بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلبة الصف الثاني الثانوي التجاري، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة في الإحصاء في الباب الرابع بيقول لي مثال من البيانات التالية أوجد معامل التفرطة وبين نوع التوزيع، وعطيني هنا الأرقام 4 و5 و2 و6 و8. عندي هنا بنقول في الحل بنعمل الجدول التالي، هنا س، هنا س تربيع، هنا س تكعيب، هنا س أس 4. بمعنى ان احنا هنا حاطين الارقام اللي هو عطاني في المسألة اللي هي الاربعة والخمسة والاثنين والستة والثمانية. ديت هنا بنعتبر ديت اللي هي س. لو قلنا س تربيع يعني الرقم ده الاربعة، يبقى اربعة تربيع، اربعة تربيع بستاشر. طب لو قلنا س تكعيب اللي هي اربعة تكعيب، يبقى اربعة في اربعة في اربعة باربعة وستين. طب لو قلنا هنا سين اس اربعة، يبقى عبارة عن الاربعة اللي هي السين اس اربعة تديني 256. برضو هنا بالنسبة لكل الارقام بنعمل نفس النظام، يبقى الخمسة بعد خمسة تربيع بخمسة وعشرين، هنا بعد خمسة تكعيب بمية خمسة وعشرين، هنا خمسة اس اربعة بستمية خمسة وعشرين، وهكذا كل الارقام. في النهاية خالص بنيجي بنجمع السين، بنجمع مجموع سين أربعة وخمسة واتنين وستة وتمانية، لما نجمعهم يديني 25. عند السين تربيع برضو بنجمعها بتديني هنا 145. عند السين تكعيب بنجمعها تحت بتديني 925. عند سين أس أربعة بنجمعها تديني 6289. عند هنا بنجيب مربع الانحراف المعياري اللي هو عين تربيع، عبارة عن مجموع سين تربيع، أنا عندي دي سين تربيع اللي هي 145، يبقى عندي مجموع س تربيع على نون، عندي نون اللي هما 5، 1 2 3 4 5. يبقى عندي هنا مربع الانحراف المعياري عين تربيع بيساوي مجموع س تربيع على نون ناقص مجموع س على نون الكل تربيع. مجموع س انا عندي ده مجموع س اللي هو 25 على نون، احنا اتفقنا ان النون ده 1 2 3 4 5. يبقى انا عندي مربع الانحراف المعياري عين تربيع بيساوي مجموع س تربيع على نون اللي هم 5 ناقص مجموع س على نون الكل تربيع. عندي مجموع س تربيع، احنا قلنا مجموع س تربيع عندي اللي هي 145 على نون اللي هي 5 ناقص مجموع سين، انا عندي مجموع سين هنا اللي هي 25 على نون اللي هي 5 الكل تربيع. 145 على 5 تديني 29، هنا 25 على 5 في 5 تربيع ب 25، يبقى هنا 29 ناقص 25 تديني 4. بنجيب هنا العزم الرابع المركزي اللي هو ميم 4. طب بنجيبه ازاي؟ ده القانون بتاعه اللي هو بيساوي مجموع س أس 4 على نون ناقص 4 في مجموع س تكعيب على نون في مجموع س على نون، بنقفل القوس، زائد بنفتح قوس 6 في مجموع س تربيع على نون في مجموع س على نون الكل تربيع، ناقص نفتح قوس 3 في مجموع س على نون الكل أس 4. عندي هنا عايزين نجيب العزم الرابع المركزي اللي هو الرمز بتاعه ميم 4. هنا بيساوي مجموع س أس 4، أنا عندي مجموع س أس 4، احنا هنا لو رجعنا تاني للجدول احنا قلنا دي س، دي س تربيع، س تكعيب، دي س أس 4، احنا عايزين مجموع س أس 4، يبقى س أس 4 هناخد المجموع بتاعها اللي هو 6289. عندي هنا هنجيب العزم الرابع المركزي اللي هو الرمز بتاعه ميم 4 بيساوي مجموع س أس 4، أنا عندي هنا مجموع س أس 4، أنا عندي دي س، دي س تربيع، س تكعيب، س أس 4، س أس 4 المجموع بتاعها تحت هنا 6289. يبقى أنا عندي هنا مجموع س أس 4 على نون، احنا قلنا نون قبل كده 5 ناقص 4 في مجموع س تكعيب، مجموع س تكعيب أنا عندي دي س تكعيب، يبقى مجموع س تكعيب تحت اللي هي 925.
على نون، يبقى مجموع سين تكعيب على نون، احنا قلنا نون بخمسة، في مجموع سين على نون، احنا قلنا هنا مجموع سين دي السين، مجموع السين 25. عندي هنا زائد 6 في مجموع سين تربيع، احنا عرفنا ازاي بقى بنجيبها، على نون في مجموع سين على نون الكل تربيع. مجموع سين على نون احنا قلنا هنا دي السين ومجموع سين اللي هي 25، يبقى مجموع سين على نون الكل تربيع ناقص 3 في مجموع سين على نون الكل أس 4. عندي هنا مجموع سين أس 4 على نون، مجموع سين أس 4 اللي هي 6289 على نون اللي هي بخمسة، ناقص نفتح قوس 4 في مجموع سين تكعيب اللي هي 925 على نون اللي هي بخمسة، في 25 اللي هي مجموع سين على نون، نون هنا بخمسة، زائد مجموع سين تربيع اللي هي 145 على نون اللي هي بخمسة، في مجموع سين بخمسة وعشرين على نون بخمسة الكل تربيع، ناقص 3 في مجموع سين اللي هي بخمسة وعشرين على نون بخمسة الكل أس 4. عندي هنا 6289 على خمسة، ما بنقسمها بتديني 1257.8، ناقص 25 دي بتروح مع خمسة في خمسة بتروح مع الخمسة وعشرين، يتبقى 4 في 925 ب3700. عندي هنا زائد 6 في 145 على خمسة في 25 على خمسة الكل تربيع، 25 على خمسة الكل تربيع، ما بنختصرها واللي بيطلع بنضربه في 6، يبقى عندي هنا 6 في 145 على خمسة في 25 على خمسة، 25 على خمسة الكل تربيع، ده كله بيديني مع بعضه 4350، ناقص 3 في 25 على 5 الكل أس 4، ما بنصفيها مع بعضها تديني 1875. عندي الأربع أرقام دول اللي هم 1257.8 ناقص 3700 زائد 4350 ناقص 1875، ده كله بيديني 32.8. بنجيب بعد كده معامل التفرطح، معامل التفرطح اللي هو العزم الرابع المركزي، احنا قلنا العزم الرابع المركزي اللي هو الرمز بتاعه ميم 4 طلع معانا ب 32.8، يبقى انا عندي هنا معامل التفرطح بيساوي العزم الرابع المركزي اللي هو ميم 4 بيساوي 32.8 على الانحراف المعياري أس 4، بس احنا اللي احنا جبناه اصلا عندنا في المسألة اللي هو التربيع، بنربع التربيع، التربيع عندي طلع باربعة بنربعه كمان باتنين يديني 16، يبقى 32.8 على 16 تديني 2.5%. عندي التوزيع مفرطح لان معامل التفرطح 2.5% اقل من 3. طيب الجزئية دي معناها ايه؟ نخلي بالنا دلوقتي ايه اللي حصل او احنا عملنا ايه. الخطوات اللي احنا عملناها كوننا جدول من الخانات اللي هو سين، وضربناها في سين في سين بسين تربيع، ضربناها في سين بقت سين تكعيب، ضربناها في سين بقت سين أس 4. عندي كده بعد كده عملنا حسبنا مربع الانحراف المعياري اللي هو التباين، مربع الانحراف المعياري، بنجيب العزم الرابع المركزي اللي هو ميم 4، بعد كده معامل التفرطح، معامل التفرطح اللي هو العزم الرابع المركزي على مربع الانحراف المعياري تربيع، يبقى احنا جبنا في المسألة مربع الانحراف المعياري برضو هنربعه تاني، فطلع عندنا مربع الانحراف المعياري طلع باربعة، لما ربعناه تاني طلع بستاشر. في هنا بيقول لي معامل التفرطح، معامل التفرطح اذا كان اصغر من 3 يبقى ده توزيع مفرطح وبياخد نفس الشكل ده. لو جينا هنا
معامل التفرطح طلع بتلاتة يبقى توزيع معتاد، وهنا بنقول متوسط التفرطح وبياخد نفس الشكل الكيرف ده. عندي معامل التفرطح إذا كان أكبر من تلاتة بنقول عليه توزيع مدبب وبياخد نفس الشكل ده. يبقى احنا لو جينا في بداية المسألة من الأول خالص وبنقول كان بيقول لي من البيانات التالية اوجد معامل التفرطح وعطيني هنا خمس بيانات. عندي هنا عملناهم في شكل جدول سين سين تربيع سين تكعيب سين أس أربعة، حطينا الأرقام زي ما هي اللي هي الأربعة خمسة الاثنين ستة تمانية، جمعناهم بخمسة وعشرين. بعد كده جبنا سين تربيع ضربنا الأربعة في أربعة، جبنا السين تكعيب جبنا أربعة في أربعة في أربعة اللي هي أربعة تكعيب تلات بأربعة وستين، السين أس أربعة اللي هي أربعة أس أربعة بمتين ستة وخمسين. بعد ما عملنا الجدول جمعنا السين وقلنا ديت اسمها مجموع سين، ودي السين تربيع جمعنا السين تربيع وقلنا عليها هنا مجموع سين تربيع اللي هي 145. بعد كده بالنسبة للسين تكعيب جمعنا السين تكعيب قلنا عليها مجموع سين تكعيب اللي هي 925، وهنا السين أس 4 والرقم اللي تحت ده مجموع سين أس 4. بعد كده جبنا مربع الانحراف المعياري اللي هو عين تربيع بيساوي مجموع سين تربيع على نون ناقص مجموع سين على نون. احنا قلنا مجموع سين تربيع اللي هو ده العمود الثاني اللي هو 145، وعندي هنا مجموع سين احنا قلنا مجموع سين عندي هنا اللي هي 25. عندي بعد كده جبنا العزم الرابع بنفس القانون دهوت، وده الرمز بتاعه ميم 4. عندي هنا لما جمعنا وجبنا العزم الرابع طلع معايا 32.8. جبنا معامل التفرطح اللي هو العزم الرابع المركزي على مربع الانحراف المعياري. انا عندي الانحراف المعياري اللي انا جبته هنا 4، ده مربع الانحراف المعياري بنربعه تاني يبقى 4 تربيع. يبقى معامل التفرطح العزم الرابع المركزي اللي هو ميم 4 على عين أس 4. بعد كده جبنا معامل التفرطح اللي هو العزم الرابع المركزي اللي هو الرمز بتاعه ميم 4 على مربع الانحراف المعياري تربيع اللي احنا جبناه في المسألة، مربع الانحراف المعياري طلع بأربعة ونربعها تاني بقت أربعة أس 2. عندي هنا قسمنا 32.8 على 4 أس 2 اللي هي ب 16 تطلع 2.5. قال لي التوزيع مفرطح لأن معامل التفرطح 2.5 أقل من التلاتة. عندي هنا بنقول احنا قلنا معامل التفرطح إذا كان أصغر من تلاتة يبقى توزيع مفرطح، معامل التفرطح بيساوي تلاتة يبقى توزيع معتاد أو متوسط التفرطح، إذا كان معامل التفرطح أكبر من تلاتة يبقى ده توزيع مدبب. لغاية هنا بننتهي من درس النهاردة، نسأل الله التوفيق لنا ولكم، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.